اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه ديار الفضائيه الكرام من حلقه جديده من برنامج فاشن مارك. اليوم احنا متواجدين بازياء حماده، متوفره عندهم لبسات متنوعه، ماركات متنوعه، لبسات من كاجوال وشيك سبورت والرسمي. ابقوا ويانا خلينا نشوف شنو راح يلبسون الشباب. مثل ما شفتوا هاللبسه من نوع كاجوال، راح نعرف تفاصيل اكثر من صاحب المحل حماده. اهلا وسهلا بك حماده. اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بقناه الديار الفضائيه وشرفتونا. اشكرك. اهلا وسهلا بكم. حبيبي حماده، اردك تحكي لي عن هاي اللبسه الكاجوال. يعني هي نوع من نقول يعني كاجوال، اللي هسه هو شاب يطلب هذه النوعيات او هيك موديل، مثلا جنس على شكل بيجامه او شيء بشريط. نعم. يشتغل عليه القميص المشجر نص الردان او يكون ردان بيفد حركه بسيطه. زين، هاي اللبسه تحدد عمر مناسب لها؟ يعني الشاب يلبسها مثل ما يلبسها الرجل الكبير بالسن؟ لا شيء اكيد، هو يعني مثلا اعتبارا عمر السن، اكو مثلا شخص يلبس مناسب لعمره او مناسب شخصيته، تكون هاي لبسة شبابية. يعني ما يقدر الرجل عمره 45 او 50 سنة يلبس هيك لبس. عندنا مثلا نوع من اكو مثلا تجينا شخصيات يعني نقول عنده روح من الشبابية، فيلبس هيك شغلات او موديلات، يعني في الجنس بحركة. نعم. او مثلا بيجامة على شكل جنس بنوع جديد. تمام. زين، ما يتحكم انه يكون قميص وبيجامه، مثلا قميص او جينز او مثلا حذاء رسمي وهيك شيء؟ لا، هسه هو المدير يعني يتحكم حسب شلون رغبتك، حسب يعني احنا نقول الرهم الشيء، مثلا البيجامه على شكل جينز اللي هو البنطلون. نعم. بتطعيم القميص على الحذاء تصير لبسه كاجوال. زين، اساس هاي اللبسه يكون شنو؟ مثلا الها فد مثلا حذاء معين، الها فد بنطلون معين، قميص معين، او تيشيرت او هيك شيء، لو عادي الالوان يعني مالتها تكون او انواعها؟ شيء اكيد، يعني هو اللون لازم مثلا يكون مناسب، قميص لون مناسب اللون البنطلون اللي هو جنس، الحذاء تتحكم بها مثلا اذا كانت اللبسه سبورت او اللبسه مثلا تكون كاجوال، انت تتحكم بالحذاء، يصير حذاء رياضي او حذاء فلات، او مثلا حذاء مثلا على نوعيات هواي، شامون، هي شغلات جديد، رانشوز مثلا، هيك شيء. نعم. ابقوا ويانا نشوف ايش راح يلبسون الشباب لبسه ثانيه. مثل ما شفتوا مشاهدين الاعزاء، هاي اللبسه كاجوال من نوع اخر، راح نعرف تفاصيل اكثر من صاحب المحل احمد. احمد، احكي لنا عن تفاصيل هاي اللبسه. يعني قلت لك هذه اللبسه كاجوال، وبعض اللبس يعني ما يوقف الا على فد موديل معين او شيء مثلا نقول كاجوال معين، بالعكس يعني كل الموديلات هو كاجوال، يعني بنطلون بحركه على بودي ساده او بدي مثلا بحركه وجنس ساده. يعني ما يكون محكوم مثلا الا على قميص مشجر او مثلا تيشرت ساده، وهاي يكون متنوع الكاجوال. اكيد، يعني احنا اللي هو الكاجوال يضمن هواي موديلات، بدي ساده، بدي بحركه، قميص مشجر، قميص بحركه بسيطه. زين، الاحذيه اللي تكون رسميه جلد تدخل على لبسات الكاجوال؟ لا، هي ما يصير، لازم الاحذيه اللي هي جلد يعني تلبس اكثر شيء على مثلا نقول الجينز
القماش او مثلا بدله ساده هيك شيء. نعم. زين لبسات الكاجوال يكون لها جو خاص، مثلا مكان خاص لها، لو مثلا الشخص اللي يلبس الكاجوال يكون حر، مثلا اذا كان يداوم في الدائره الرسميه او مثلا مكان معين رسمي يصير يلبس كاجوال؟ لا، هي مو بكل الاحوال او بكل يعني شو يعني بكل مكان يراد له فد لبسه معينه، مثلا دوار دوله او مكان خاص. يعني ما تلبس به؟ لا، يعني مو كل الاوقات اللي هي كاجوال، يعني تتضمن بناطير مشققه اللي هي مضربه او بناطير ساده، بس لها جوال معين يعني نقول. زين، الملابس الموجوده بهذا المحل تكون صنع محلي او من خارج قطر؟ لا، هي هسه البضاعه استيرادها الاغلبيه تركيا. نعم. الاغلبيه صين. يعني على مستوى مثلا نقول موديلات اوروبيه هسه ديسون اللي تركيا او الصين، فاغلب يعني استيرادنا هنا. يعني من مدن معينه، مو يعني صنع محلي. لا، يعني قلت لك الدوله التركيه صين، هذا استيرادنا. تمام. ابقوا يانا مشاهدين الاعزاء نشوف شنو راح يلبسون الشباب من لبسه ثالثه، ديزاين مختلف. مثل ما شفتوا لبسونا الشباب لبسه من ديزاين مختلف، لبسه شيك سبور. هاي اللبسه تكون الستره مختلفه عن البنطلون، راح نعرف تفاصيل اكثر من حماده. حماده حبيبي احكي لي عن تفاصيل هاي اللبسه اللي هي تكون شيك سبور. هي اللبسه يعني عباره عن لبسه سبور، الستره عن البنطلون تصير الالوان مختلفه، يعني نقدر نحاول نخلي تطعيم الستره بالبنطلون او قميص على شكل الحذاء. هي لبسه سبورت يعني تستخدم بالمناسبات او اماكن مثلا فيديو كليبات للفنانين او على شكل اجتماعات. لبسه سبورت تستخدم اكثر شيء يعني بهذا المجال. زين، يكون العمر متحدد بهاللبسه؟ يعني اللي مثلا اللي عمره 18 او 19 سنه مين يلبسون شيك سبورت؟ نفس اللي ابو 45 سنه كالوان يعني كمظهر كديزاين؟ احنا من خلال الزبون اللي يجي يعني نعرف وضعه، وضع جسمه يكون نحيف او سمين او هذه، يعني حسب شلون مظهر مالته. نعم. شلون نستخدم الالوان على بشرته على جسمه من خلال هذا المجال، خلال الزبون اللي يجيك يعني تستخدم هي، لان هي لبسه سبورت عالميه. تمام. اذا تنحكم الا يكون قميص بداخلها، يعني عادي انه شخص مثلا يلبس تي شيرت او بودي سبعه او بودي دائره؟ اي، نقدر يعني مثلا نخلي بيها بودي سبعه او قميص، يعني تستخدم عادي لاي اشكال، هي لبسه سبور. وما تنحكم بانه البنطلون يكون الا قماش، عادي مثلا بنطلون جينز او مثلا بنطلون كتان؟ عادي يصير كتان، جينز، قماش، تستخدم هي سبور على كل الالوان، العفو موديل البنطلون بصوره عامه. مثل ما شفتم المشاهدين الاعزاء هاي اللبسات اللي قدمناها حماده، واحنا نشكر حماده. اهلا وسهلا بكم ونورتونا، واهلا وسهلا بقناه ديار الفضائيه. اهلا وسهلا بك. لك ولكادرها، واحب اوجه شكر خاص من خلال قناه ديار الفضائيه الاستاذ الكبير عبد الله العبد الله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لختام هذه الحلقه، ان شاء الله الحلقه نالت اعجابكم، انتظرونا حلقه جديده من ديزاينات جديده
محلات جديدة. إلى اللقاء.